السلام عليكم ويعطيكم العافية يا أخوان. اليوم مع فيديو تعليمي للعبة دراجون كاسل اللي تدور أحداثها حول قلعة الدراجون اللي بدأت تفقد قوتها وسيطرتها، وبدأ الناس ينتشرون في المملكة بحث عن أفضل مدينة توفر لهم كل احتياجاتهم. راح يقوم اللاعبين باستخدام الموجانج تايلز المأخوذة من لعبة الطاولة الصينية التقليدية لبناء قلاع جديدة لهم من بقايا الدراجون كاسل، ويزودونها بكل الاحتياجات اللي تجلب لهم الشهرة المطلوبة للفوز بنهاية اللعبة. اللعبة من تصميم كل من يالمر هاك، لوكا ريكي، لورينزو سيلفا، ومن إنتاج شركة كمان. تلعب من قبل شخصين إلى 4 أشخاص فيما يقارب 40 دقيقة. والحين مع عملية ستاب، وأول شيء نسويه باختيار البورد اللي راح نبني عليه الدراجون كاسل والمناسب لعدد اللاعبين المطلوب عندنا. في اعلى البورد راح نشوف عدد اللاعبين، هذه الاربعة، هذه الثلاثة، وهذه الاثنين، واحنا راح نسوي سيت اب لشخصين، فراح نختار هذا البورد ونحطه في نص منطقة اللعب مناسب لجميع اللاعبين. بشكل عشوائي راح اوزع الموجانج تايلز هذه على المربعات، وكل مربع يقول لي عدد الموجانج تايلز اللي راح تكون فوقه بهذا الشكل. بعدها نحط الشراينز والتوكنز الخاصة بنقاط الفوز بمنطقة اللعب بشكل مناسب لجميع اللاعبين، ثم نوزع التوكنز هذه الخاصة بالعد التنازلي في أول دائرة متاحة بالنسبة لي. بالنسبة للتو بلايرز راح نشوف أن هذه أول دائرة متاحة بالنسبة لي، راح نحط واحد في هذا المكان وواحد في هذا المكان، والباقيين راح نحطهم في هذا المكان. طبعا راح يختلف معاي على حسب البورد المستخدم. مثل ما احنا شايفين بالنسبة لثلاث لاعبين راح نبدأ من هذه الدائرة ونحط واحد هني واحد هني واحد هني، والباقي راح نحطهم في هذه المنطقة. الحين كل لاعب ياخذ له واحدة من البورد هذه ويحطها عنده في منطقة اللعب بهذا الشكل، وياخذ واحدة من الشراينز يحطها في هذه المنطقة، ونرجع البورد الباقية الى الصندوق. كذلك نعطي كل واحد واحدة من الريفرنس شيت هذه. اخر شيء عندنا راح ناخذ السبيريت كارد هذه اللي مقسمة بشكل افقي، نخلطها وناخذ بشكل عشوائي كرت منها. نفس الشيء راح ناخذ واحد من كروت الدراجون، وهذه راح نشوف انها مقسمة بشكل عمودي، وبشكل عشوائي راح ناخذ كرت واحد منها. اول مرة تلعب دراجون كاسل، اللعبة تنصح بانك ما تستخدم هذه الكروت، ولكن راح نشرح طريقة عملها في نهاية اللعب. ابتداء من اللاعب الأول راح يقوم كل لاعب بأخذ أكشن واحد من الأكشنات الأربعة المتوفرة. في بداية اللعب عندنا 3 أكشنات متوفرة، وفي أكشن راح يتوفر لنا في نهاية اللعب راح نشرحها بعدين. من الأكشنات المتاحة للاعب في دوره إنه يقوم بأخذ واحدة من التايلز الموجودة في أعلى مستوى عندنا هني اللي هو المستوى الثالث هذا. نقول إنه أخذ هذا التايل من المستوى هذا، بعدها يأخذ تايل بنفس اللون وبنفس الشكل من أي مستوى إذا كان متوفر بالنسبة لي. شلون يكون متوفر بالنسبة لي؟ راح نشوف هذا التايل وهذا التايل مشابهين لهذا باللون وبالشكل. هذا أقدر أخذه لأن الجانب الطولي له مكشوف، على عكس هذا الجانب الطولي له من الجهتين غير مكشوف، فما راح اقدر اخذ هذا. راح اخذ هذه واحطها عندي في منطقة اللعب بهذا الشكل. الاكشن الثاني المتاح للاعب انه يسويه في دوره نفس الاكشن الاول، راح ياخذ واحدة من التايلز من اعلى مستوى. مثلا لو اخذنا هذا التايل راح يقوم وياخذ واحدة من الشراينز ويضيفها عنده بمنطقة اللعب بهذا الشكل. الاكشن الثالث اللي ممكن ياخذه اللاعب في دوره نفس ما سوينا بالاكشن الاول والثاني، راح ناخذ واحدة من التايلز اللي موجودة في اعلى مستوى. هذا التايل اقدر اخذه كون ان الجهة الطولية مكشوفة بالنسبة لي، فراح اخذ هذا راح اطلعه برا اللعب اني احطه جنب البورد بهذا الشكل. بعدين راح اخذ
واحدة من التوكنز هذه بقيمة واحد وظيفة عندي منطقة اللعب. الحين شلون ابني التايل اللي حصلت عليها اثناء الاكشنات اللي اخذتها؟ نقول ان في دوري خذيت هذيل التايلز، راح احطهم في منطقة اللعب عندي بالشكل اللي يناسبني، اقدر احطهم جنب بعض بهذا الشكل، اقدر احطهم حتى متباعدين لو اني ابي. نقول اني بحطهم بهذا الشكل. بعدها مثلا خذيت هذه التايلز لالوان مختلفه، ممكن احطها جنبه ما في شيء يمنعني، ولكن بحطها في هذا المكان. نفس الشيء اقدر احطها بالشكل اللي انا ابي، نقول اني بحطهم في هذا الشكل. الدور اللي بعدها خذيت التايلز هذيلي، راح اشوف ان هذه التايلز مشابهه لهذه باللون، مختلفه بالشكل، ما عندي مشكله طول ما انها مشابهه باللون. مجرد ما ابني على الاقل اربعه متشابهه في الالوان جنب بعض، راح اسوي عمليه الدمج. شنو هي عمليه الدمج؟ اني اقلبهم بهذا الشكل في منطقه اللعب، بعدين راح اشوف عدد التايلز اللي انا سويت لهم دمج. عندي اربعه، راح اخذ عليهم نقطتين واضيفهم عندي في منطقه اللعب. بعدها راح اشوف انا اي لون من التايلز اللي سويت لهم عمليه دمج. انا سويت اللون الوردي، راح اشوف مثلا اللون الوردي يسمح لي احط اثنين شراينز على تايلز انا مسوي لهم دمج. حاليا ما عندي الا واحد شراين، اقدر اخذه واحطه عندي في هذه المنطقه بهذا الشكل، وبنفس الوقت لاني سويت الوردي راح يعطيني نقطه اضافيه بهذا الشكل. نقول انا بدوري ما سويت عملية الدمج، ولما خذيت هذه التايلز حطيتهم بهذا الشكل. الاربع تايلز هذه ما هم ملاصقين كلهم جنب بعض، فما راح تحقق عندي هذا الشرط، وما راح اسوي لهم عملية الدمج واخذ النقطتين. نكمل اللعب. الدور اللي بعده خذيت هذا التايل وما خذيت وياه تايل ثاني، خذيت وياه شراين. الحين هذا التايل اقدر احطه في المكان اللي يناسبني. الدور اللي بعده خذيت هذه التايلز، راح ابدا احطها بهذا الشكل بحيث ان التايلز هذه الورديه كلها تكون جنب بعض ملاصقه لبعض. الحين مثل ما وضحت، كل مره احط اربع تايلز مشابهين لبعض جنب بعض او اكثر راح اسوي عمليه الدمج. حاليا حطيت اربع تايلز اللي هم الورديين هذيلي، فراح احطهم بهذا الشكل، اقلبهم واسوي عمليه الدمج. بعدها راح اشوف الريفرنس شيت هذه، الستة تايلز اللي سويت لهم دمج راح يعطوني خمس نقاط، راح اخذ خمس نقاط. بعدها راح اشوف نوع التايل اللي انا سويت له دمج، عندي اللون الوردي راح يعطيني تو شراينز، اقدر احط التو شراينز بالشكل اللي انا ابي، ممكن احطهم الحين وممكن اخليهم، ممكن احط واحد واخلي الثاني. بعدين راح يعطيني هم نقطة اضافية، فاخذها واحطها عندي في منطقة اللعب بهذا الشكل. الدور اللي بعدها نقول خذيت هذا التايل حطيت عندي في هذه المنطقة، وراح اخذ معاه شراين ثاني بهذا الشكل. بعدها خذيت التايلز هذيلي، الحين هذا التايل ممكن ينحط اي مكان مثل ما يناسبني، وهذا نفس الشيء ممكن ينحط اي مكان، او اقدر احطه على تايل انا قالبه من قبل، ممكن احطه على هذا التايل، ولكن ما اقدر احطه على تايل مكشوف. حين هذا التايل حتى كونه في مستوى اعلى ما زال مجاور للتايلز الثانيه هذه. طبعا بما ان صار عندي اكثر من اربعه متجاورين بنفس اللون، لازم اسوي لهم عمليه الدمج. عندي سته راح اسوي لهم دمج، فراح اخذ عليهم خمس نقاط واقلبهم مثل ما سويت مع اول مجموعه. بعدين اشوف اللون اللي انا سويت له دمج، انا سويت له اللون الاحمر، واللون الاحمر يسمح لي احط واحده من الشراينز على واحده من التايلز اللي انا قالبهم، فممكن احطه في هذا المكان او احطه على هذا المكان. شنو فائده اني احطه في مستويات اعلى؟ راح نشوف في نهايه اللعب كل شراين على مستوى اعلى راح يعطيني عدد اكبر من النقاط. في نهايه اللعب كل شراين موجود عندي على المستوى الاول نفس هذا راح يعطيني نقطه، كل شراين موجود عندي بالمستوى الثاني نفس هذا راح يعطيني نقطتين، كل شراين عندي بالمستوى هذا اللي هو على المستوى الثالث او زود راح يعطيني ثلاث نقاط.
راح نظل نكمل لعب لحد ما يبقى عندنا بس المستوى الأول. نقول أنا في دوري خذيت هذا التايل وخذيت وياه هذا التايل. الحين ابتداء من اللاعب اللي بعدي ممكن يسوي الأكشن الرابع. الأكشن الرابع اللي هو سمي الدراجون راح ياخذ واحد من التوكنز هذه ويضيفه عنده بمنطقة اللعب، وهذا راح يعطيه نقطتين في نهاية اللعب، وبهذا يكون انتهى الأكشن ماله. لما يرجع لي الدور أقدر أسوي أي واحد من الثلاث أكشنات اللي قلناهم في بداية اللعب، أو أني أخذ الأكشن اللي هو سمي الدراجون بأني أخذ هذا التوكن. مجرد ما تنكشف هذه العلامة راح يكون اللعبة شارفت على الانتهاء. راح نكمل الدورة بحيث أن اللاعب الأخير يلعب، وبعدها نوقف اللعب ونحسب السكور، وفي نهاية اللعبة راح نحسب عدد النقاط بناء على الفيكتوري بوينت الموجودة اللي جمعتها من التوكنز زائد كل شراين عندي وعلى المستوى اللي هو عليه. مثلا لكل شراين عندي على المستوى الأول راح أخذ نقطة، لكل شراين عندي على المستوى الثاني راح أخذ نقطتين، لكل شراين عندي على المستوى الثالث أو زيادة راح أخذ ثلاث نقاط. نجمع عدد النقاط واللاعب اللي عنده أكبر عدد النقاط هو الفايز. آخر شيء بشرح لكم إياه إضافة السبيريت كارد أو الدراجون كارد على اللعبة. ميزة هذه الكروت انها ممكن تضيف لك تغيير على اسلوب اللعب او طرق جديده في احتساب النقاط. اللعبه توصي في بدايه اللعب انك لما تسوي السيت اب تاخذ الكروت اللي عليهم هذه العلامه كونهم اسهل في اللعب. طبعا نختار واحد بشكل عشوائي ونحطه عندنا في كل لعبه بهذا الشكل جنب البورد الرئيسي على اساس كل اللاعبين يشوفون ويعرفون انواع الاكشنات الجديده عندنا او انواع القوانين الجديده اللي تم اضافتها. ونعطي مثال على واحدة من السبيريت كاردز. مثلا هذا التايل يقول لي في دوري لما اجي اخذ تو تايلز ممكن اخذ تايل بهذا الشكل، التايل الثاني ممكن اخذه بنفس اللون مو شرط يكون مطابق او مشابه لهذا الشكل، فممكن اخذ معاه هذا الشكل. ناخذ مثال على دراجون كارد وميزتها انها في نهاية اللعب تعطيني طرق اضافية للحصول على نقاط. وهذا الكارد دراجون اوف نوليدج يقول لي راح اخذ نقطتين على كل تايل مكشوف عندي مختلف، فعندي واحد اثنين هذا وهذا متشابهين فراح احسبها مره واحده، اثنين وهذا ثلاث، فراح اخذ ست نقاط على التايلز المكشوفه عندي. مع هذا يكون انتهينا من شرح اللعبه، وفي حال وجود اي استفسار ارجو كتابته في منطقه الكومنتس الخاصه في هذا البوست راح اجيبكم عليه. ومع هذا اتمنى لكم لعبه سعيده.